بهذا المكان ينجمع كل المطبخ الموصلي وأيضا كل العوائل الموصلية. انقرضت بعض الأكلات بالموصل، لكن يم عماد لقيناها. خليكم ويانا. عماد شلونك؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ شيف الحمد لله. شلون أمورك؟ شلونكم أخباركم؟ ربي يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. يسلمك ربي. إحنا اليوم زيارتنا خاصة وياك. أهلا وسهلا، شرفتونا. أريدك تعرفينا على المطبخ الموصلي والطبيعة اللي عندك الموجودة بالمعمل. طبعا راح أبدي من أشون بديت من الأول. نعم. طبعا المحنة صارت منحة بعدت ما فقدت أولادي أثناء الحرب. نعم. ما أخفي عليكم هذا الأمر، يعني حسيت وكأن اللحظات توقفت، وكأن كل شيء حط به هو مقبرة، وكأني أتجرع لحظات الاحتضار. لكن علمت بأن الحياة لا تقف، لازم أقوم، لازم أشتغل، لازم أقدم شيء لهذا البلد. صحيح. لازم أقدم شيء لأولادي. فبحكم عملي بأن أطلع وساعد الأغيامين، طبعاً إحنا بعد الحرب كثرت عندنا الأغيامين والمحتاجين. بالفعل. نعم. كثير من الأغيامين رفضت تأخذ الصدقة، فطلبوا مني عمل. هاي المرأة العراقية. طبعاً خاصة الموصلية والعراقية يعني، فطلبت مني عمل، طلبوا مني عمل لبقتني إيجاد العمل مثل ما تحفر على الصخر. أهلي شهادات قيادين. حلو. الغجيان قيادين. ففكرت كثير بهذا الأمر، أي عمل يناسب المرأة الموصلية. اللي عنده خبرة خياطة جبنا له ماكينة، واللي عنده خبرة صالون فتحنا له، لكن ما كلهم عندهم هاي الخبرة. نعم. المرأة الموصلية يعني تمهر بالطبخ الأكلات الموصلية. بالضبط، هاي بشهادة الكل موجودة. نعم. المطبخ الموصلي نقول احنا. فاعتيادي يجي من المرأة هو. أكيد. نعم. أكيد. فعندنا مدينة الموصل تمتاز بهاي الأكلات، أكلات تراثية. بدك تنقرض عندنا. صحيح. مثل كباب الدق، العقوق. شوي أول وحدة شنو؟ كباب الدق. كباب الدق. نعم. يعني كباب الدق. فعلا هاي طيلة جهد ولهذا. نعم. بدك تنقرض. فالموظفة تيجي الساعة 2 الساعة 3 هي زين، حتى تيجي بالعوائل بدأت تنقرض له بالمحلات والمطاعم بدأت تنقرض؟ لا طبعا بدأت تنقرض عند العوائل. ليش؟ هسه احنا عندنا بالمحلات نقدر نعرف السبب. يجوز انتم طبعا لأن بس الكبار كانوا يتعبون بالكبوة يدقوها فعلا جهد. هسه احنا زمان السرعة. صحيح. هسه اللي تيجي الساعة 2 الساعة 3 من الدوام هاي امتى تيجي تدق؟ يعني انا اذكر كنت صغيرة من اجي اكو مفرمة اكو شيء تشتغل بيها. هسه ما مثل قبل كانت يدقون بالجاون. اي صحيح. فهاي الأكلات فعلاً الكبة الدق انقرضت عندنا بالموصل، فلكن الكبة العادية لا ستلقيها بالمولات وبالإيش، كبة عادية. أما موجودة بكل بيت هاي كبة الدق؟ كل بيت كل بيت كبة الدق موجودة. هسه حالياً لا، حالياً بدأت تنقرض. وعندك بالمعمل موجودة حالياً؟ هاي موجودة وسأ إن شاء الله أشوفها. إن شاء الله إن شاء الله. أي ماما. فهاي الكبة الدق غاد له جهد. نعم. غاد له وقت، غاد له الدق، غاد له تفتح الأقراص. نفسها هي برغل وجريش. اثنين جريش واحد برغل مع هبر. حلو. هاي تختلف. حلو. عن الكبة. حلو. العادية. حلو. أما كبة، أما الأكلة الهندية عندنا، أما يبرغ مفلش. زين هذا كله موصلي لو يجي من غير دول أو شيء؟ كله موصلي. تراث موصلي. حتى أصلا هاي كبة الحلب يسموها كبة الحلب لكن هي أصلها موصلي. أنا أعترض على كبة الحلب وأنا ما أقول هي كبة عراقية. هي كبة عراقية. هي كبة عراقية وهي كبة موصلية. صحيح. نعم. صحيح. لكن اخذوها فانتا موت الى اسمهم الحلب. ففكرت افتح مشروع واحيي هاي الاكلات. حلو. والله بدات بعاملتين. عاملتين. عاملتين. يمكن المشروع الوحيد بالموصل او بالعراق. الوحيد اللي كادر كله نساء واللي تديره امراء هو انا يعني. بطله والله. والله بطله. فبدأت ما أخفي عليكم بالبداية عانيت ما عانيت. المنتج. نعم. وقف وما حد ياخذ مني وما يعرفون إيش دول كباب الدق وما حيفون ما يعرفون بالبداية. لكن ما يأست، لا الهدف اللي أصله لازم أصله. كلام أديسون ظل ببالي، قريت عن أديسون اللي اخترع المصباح. فأحدى الصحفيات سألته قالت له إيش استفاديت من 1000 طريقة؟ قال يا سيدتي لن يذهب شيء سدى، أنا الآن. نعم. أعلم 1000 طريقة لفشل المصباح وطريقة واحدة. ستي أديسون الموصل. فقلت لازم أوسع هذا المشروع ولازم أفون المنتج مالتنا ولازم أساعد هذولا اللي طلبوا مني عمل. مو غريب هذا الشيء تكون كل عد امرأة عراقية، يعني كل النساء العراقيات عندهم هذا الطموح. يعني نروح وين أي محافظة، إحنا خصوصا بهذا برنامجنا أكل الشوارع، صحيح هو مختص بأكل الشوارع بس حاولنا نحيي التراث العراقي. فعلا. يعني من ندخل أي محافظة لازم نحكي بتراثها. جينا للموصل
صارت عندنا معاناة بالبداية، أكو أكلات أنا أسأل عنها ما ألقاها، قالوا لا تلقيها عند أم عماد موجودة. نعم. فالحمد لله ولد الحلال هواي ودلونا بيج. الحمد لله. الحمد شنو اللي عندك بعد أم الهندية؟ الهندية يعني شنو؟ هاي الهندية نشتغلها واللبنية نشتغلها بوقت الربيع، لأن أكثر لبن الغنم. زين أنتي تعرفين هاي الموضوع كله، أنا عندي سؤال على الموصل. نعم. ليش سموها من ربيعين؟ اللي يجيها ربيعين بالخريف وفي الربيع. نعم. بداية الشتاء احنا عندنا ربيع وبداية الربيع يعني هو ربيع. يعني نقول أرض الخيرات. أرض الخيرات هي ربيعين ولا فعلاً عندي. نعم. يعني ربيعين المربيع. نعم نعم. فتخشى حسة بالشتاء تحق على الخضار، خضار طالع يعني. بالفعل بالفعل. حلوة بداية الموصل حلوة وبيها خيرات كثيرة. إن شاء الله عامرة بأهلها زين. أكو أكلة زبيبية أنا سامع بها، أنا كانوا يسموها هي القرزنقي. هذه بعدش تشتغلين بها؟ اشتغل بها ورجعناها ناس تطلبها. ناس تنساها. فقلت لك هو مشروعنا هو احياء الاكلات التراثيه. انا كان عندي هيك مشروع صراحه واشتغلت هاي الاكله الزبيبيه هي انا اعرف اسمها قرزنقي بعدين عرفت هي اسمها زبيبيه. كانوا بالسابق يسموها قرزنقي، هي يمكن يطبخوها للمناسبات حسب ما اعتقد. مو انتم تطبخوها هنا بالمناسبات؟ اي المناسبات هي طبعا بالمناسبه ما موجوده بكل محافظه بس بالموصل هاي الاكله. تقدرين تشرحين عنها بطريقة مفصلة؟ هي بها مكونات كثيرة. نعم. دبس. دبس. لحم حولي. لحم حولي لازم خاص لحم حولي. الصغير يعني الحولي الصغير. ايه. نعم. لحم حولي بها قيسي. زين اللحم مو يكون بالعظم؟ طبعاً. بالعظم. يعني ما هبر. ما بالعظم. هبر. نعم. نعم. ايه نعم على مود ال. وأنا مشتغلها فلذلك أسولف وياك بها. أي. فالمونة مال الماي مال اللحم راح تكون بها فتنكف. نعم. بها طعم يعني. نعم. عجيب. بيها دبس بيها قيسي انت تسموه طرشانة يمكن احنا نقول قيسي. الفواكه المجففة نسميها اللي هي العلوشة مو سموها الأسود لا احنا نسميه قصب احنا نسميها علوشة اي وتين وتين وجوز وزبيب 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 وجوز زبيب فزبيب اي وكبة البرغل كبة الجريش صغيرة كبة الجريش صغيرة فأكو من يرغب هالشي وأكو من يرغب هالشي وأكو من يرغب كبش صغيرة مثل الكليشة نخليه أصغر فبها مكونات كثيره وطعامها كثير يعني اكله دسمه انا متذوقها مشتغلها ومتذوقها الاكله كلش طيبه وانا اتمنى يعني كل المطاعم والمحافظات العراقيه تحيي التراث العراقي يعني احنا اليوم نشوف كل الدول اذا عندها اكله مثلا المندي قام وما قاعد بالعالم العربي كله المندي 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 مع العلم احنا بالعراق عندنا كثير من الاكلات المندثرة أما للأسف إحنا اللي جانا ندثرها بس نتمنى الكل تكون مثل أم عماد الله يعطيك الصحة والعافية اللي هي تحيي الأكلات التراثية العراقية بعد شنو عندك أم عماد؟ عندنا العقوق العقوق هم مال الموصل تختلف شنو اسمها؟ نسميها عقوق عروق طبعاً نعم. وبها نوعين نسمي أكو من أم الوجه إذا سمعت بأم الوجه يعني أم الوجه يعني شنو؟ تختلف احنا ما نجي ونسوي الحشوه خضره ولحم نعم فالخضره واللحم نخلطها بالوجه عدا الحشوه يعني بالوجه بالوجه ها ها هاي العروق هي العروق اي يعني هم بيها برغل مو احنا عندنا العروق المتعارف عليها ببقيه المحافظات يكون خضروات ولحم ويخلون وياه الكرفس يمكن هاي والطحين ومي طحين ومي يخلون طحين وجريش شوية خمرة لا بقية المحافظات ما يشتغلون جريش ايه؟ بالموصل لا تختلف يعني أنا جريش يخلي بيها أنا مرة جيت زيارة لواحد من أصدقائي بالموصل فقلت له أريد عروق أنا ببالي العروق اللي ناكلها بقية المحافظات طلعت مختلفة يعني كأنما هي كبة مو مثل الكبة هي تقريبا هي مثل الكبة بس طعامها يختلف والكبة نسلقها هي نشويها ها شوي شوي يعني صحية نقول هاي نشويها فأم الوش كلش طيبة قبل كانوا يشوون بتنور الطين هاي كل انت مشتغلتها لا والله هسه اشتغلنا هاي بس لا قبل يعني من شفتي ويا اهلي اذكر نعم. كانت الوالده الله يرحمها الله يرحمها من نجي من المدرسه نمسك لها ونقوم ندق كبه الداق ونشتم ريحه العقوق زين كانت تعطيك بالجنطه تاخذيها من المدرسه كذا اخذها الى حد الان انا النكهه يعني ما انساها ولا اتذكرها هسه تعيديها انت تعيدين ان شاء الله ان شاء الله راح نعيد هاي الاكلات التراثيه كلها ان شاء الله يا ربي فهاي عندنا اكله العقوق عندنا يعني شكلين شكل عادي وشكل ام الوجه نعم ايه فبعد اكلات اكو ذيك الكبه عندكم الهلاليه النصف نص يمكن نصير نص 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 نعم هاي هم تشتغليها هنا نسميها كسمايه
كسمايه. كسمايه انتم تسموها هلاليه. اي هلاليه. يمكن اكو كليتشه هم عندكم تشتغلوها؟ كليتشه عندنا. هم الكليتشه يعني هم مدينه الموصل هم لنا هم تتناسب اكله الكليتشه يعني باي محافظه يعني مو بس مدينه الموصل. ام عماد صار عندي فضول ادخل المعمل إن شاء الله. واشوف مجموعه من الشيفات إن شاء الله. داخل المعمل ان شاء الله. يلا.